السلام عليكم البنات ومرحبا بكم اليوم في قناتي على شيماء المستغرميه. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم البنات. اليوم ان شاء الله راح نحضر معكم اون جينواز. هذه الطريقه تاع لا جينواز هذه غادي نديرها بواحد الطريقه يعني بزاف سهله ومغايره على لا جينواز اللي مالفين نديروها. يعني ديجا راني خدمه معكم لا جينواز من قبل. راح نخلي لكم الرابط تاع الوصفه في صندوق الوصف وغادي تشوفوا معنا هذه الوصفه المغايره. شنو غادي نحتاجوا البنات؟ عندي 5 حبات تاع البيض، عندي 150 غرام تاع الفارينه، 150 غرام تاع السكر، عندي لافاني، شوفوا الكاس اللي قصت به تاع 240 مللتر، ديروا يعني كاس وربع. كما راكم تشوفوا البنات في بيتخه راح نجيب هنايا غادي نفصل البياض على الصفار. راح ندير اول حاجه ندير بياض البيض في البيتخه تاعنا. كما راكم تشوفوا قلت لكم 5 حبات تاع البيض، يعني هذه الكميه دير لكم 3 طبقات تاع لا جينواز. دوك تشوفوا معنا هاي لا راني فصلت البياض على الصفار كامل هذوك الخمس حبات. راح ندير قرصه تاع الملح كما راكم تشوفوا وراح نخلط بالباتور كما راكم تلاحظوا هنايا في اعلى درجه حتى تتشكل عندنا كريمه يعني على شكل ميرينغ. وكي تطلع هذاك البياض البيض كي يطلع راح نبدا ندير على 3 دفعات ندير السكر العادي، السكر تاعنا كما راكم تشوفوا فيه حتى تولينا على شكل ميرينغ. كي نكملوا البنات نقعدوا نوصلوا في الخلط في البيتخا وراح نديروا بالحبه تاع صفار البيض. ديروا غير بالحبه وخلوها تتخلط ياك البنات. يعني هذه الطريقه لا جينواز تاعكم تجي منفوخه وتجي يعني ما شاء الله ناجحه من اول استعمال. بعد ما خلطنا مليح نديروا لافاني كما شفتوا. راني حبست التخلاط سي بون قلعتها من البيتخا. راح ندير فارينه 150 غرام نديروها على 3 دفعات ونخلطوا هكا كما راكم تلاحظوا من الفوق للتحت باش الهواء تاع لا جينواز تاعنا يقعد فيها كما راكم تلاحظوا. هاي الطريقه موضحه قدامكم، هاي كما راكم تشوفوا هاني خلط مليح مليح حتى تدخل معنا هذيك الفارينه ونديروها على 3 دفعات باش ما تغبلناش الفارينه. هاي لا بعد ما درت بابي كويسون في البلاط جبت سيرسو تاع القلب هنايا الشكل يبقى لكم اختياري. راني درتها هنايا كما راكم تلاحظوا البنات. هاي لا طيبتها على 180 درجه ويعني انا حمرتها بزياده من الفوق. عادي نتوما تبغوا تخلوها غير خفيفه هكا طايبه كيما بغيتوا. راح نخليها تبرد ديروها في الفريجيدر ولا خلوها ليله كامله. خليتها تبرد ومن بعد نقطعها على 3 اجزاء كيما راكم تشوفوا. هنايا غادي نحضر لا كريم شونتيي. درت كاس تاع بودره شونتيي ودرت يعني كاس الا ربع تاع الماء، يعني دائما الماء ولا الحليب يكون ناقص على لا شونتيي باش هكا تجينا يعني تجينا ثقيله وتمشي لنا لا جينواز تاعنا كيما راكم تشوفوا. درت الملون الازرق هنايا درتها لكيكة عيد ميلاد درتها بالملون الازرق. هنا كل وحده ودير شات تبغي. هاي لا جينواز تاعنا بعد ما قطعناها عاود رديت هذاك السيرسو البنات باش نخدم فيه. درت ان بابي كويسون من التحت باش الخدمه تجينا نقيه. درت هنايا اللي عندكم ليموناد ولا عندكم ان جو يعني شربوا بها تجي بزاف بنينه وتجي كيما تاع المحلات. هاي لا كيما راكم تشوفوا نشربوها مليح مليح البنات. ديروا كريم شونتيي زيدوا لا جينواز كملوا الطبقات وسووها كيما راكم تشوفوا كيما هكا سقموها مليح مليح. هنايا درت غاناج وشوكولا درت 100 غرام تاع شوكولاته سوداء ودرت واحد ياغورت تاع ناتور طبيعي ودرت شويه تاع الكاوكاو. ها راني زينتها البنات كيما راكم تشوفوا جات بزاف سهله وبزاف بنينه. يعني هاد لا جينواز غادي تجربوها من اول استعمال وما غاديش تندوا عليها وغادي تجيكم يعني بزاف سهله. نتمنى الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم وتكون الوصفه عجبتكم وتهلاو في رواحكم في فيديو قادم ان شاء الله.